الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار. معنى الاستغفار ليس كما يقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. معنى الاستغفار استغفرك يا رب من كل ذنب وقعت به بعلمي وبإرادتي أو بغير علمي وبغير إرادتي. اللهم أنت تعلم حالي وتعلم حقيقتي، أستغفرك من كل ذنب وقعت به باختياري أو بغير اختياري. أستغفرك استغفار العبد التائب الولهان الذي ليس له سواك يا أرحم الراحمين. وأنت تغفر له جعل الله له من كل ضيق مخرجا. دخلكم على يدين مالي عرفان شو بدي ساوي، الله بيلاقي لك مخرج للدين. نفسي لا يعني ما بحسن باخذ نفس، يخرج الله لك مخرجا لا تعلم من اين ولا كيف، ينقذك مما انت فيه من كل ضيق، يجد لك مخرجا، ومن كل هم يجد لك فرجا، وهو مفرج الكروب، ورزقك من حيث لا تحتسب. لو أراد كل إنسان أن يبحث كيف يأتيه رزقه لعجز ولما استطاع، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على حسب إيمانه وإقباله على ربه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.